السلام عليكم. فدوى أصبحت زوجة وبنقول ألف مبروك. وبعد انتهاء ما يسمونه بشهر العسل بدأت المشاكل في الظهور السريع. زوجة الحقيقة قربت من جوزها ورغم حبها ليه لكن بتختلف عنه اختلاف تام. فأنواع الطعام وأذواق الملابس وما يسمونه بمواقيت النوم وحتى تحديد نوع الجنين. باختصار بدأ الخلاف يدب بالفعل وهو خلاف مبكر. انتهى العسل سريعا ولكن يبقى السؤال كيف تعبر فدوى سنة أولى زواج بسلام. دكتور عبلة ومع سنة أولى زواج في حلقتنا النهاردة دائما وأبدا بيقال الخلافات الزوجية هل هي خلافات عادية في سنة أولى زواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني مش عيب يكون في البيت خلاف، البيت النبوي حصل فيه خلاف، لكن العيب ان احنا ما نعرفش ندير دفة الخلاف بفن وما نخسرش الطرف الآخر. يعني العيب ان احنا في هذه القضية نخسر بعض، وعشان كده محتاجين نعرف هل هو خلاف ولا سوء تفاهم. يعني خلاف جوهري هيك تقصدي؟ هل هو خلاف جوهري فعلا ولا مجرد سوء تفاهم؟ وسوء تفاهم يرجع لإيه؟ يرجع للبيئات المختلفة. هو من بيئة وأنا من بيئة، هو تلقى يعني ثقافته سواء في الخارج أو في الداخل أو في جامعة مختلفة عن دراستي، هو له تجارب أنا ماليش تجارب. كل هذه الأمور ممكن توجد مثل هذا الأمر. لكن أين فترة الخطوبة؟ يعني أنا لا أجد ما احنا قلنا ليها أي كده نقاط إيجابية. إن في ناس بتفضل يعني فترة طويلة ما بتديش كل يعني ما بيتقابلوش كتير، كانت الفترة قصيرة الخطوبة. في ناس كتير بتكتب بالكتاب على طول بتاع على طول. إعداد المنزل كمان مشغولة بإعداد المنزل وهو مشغول. بصوا للزواج على إنه الأمور المادية فقط، لكن في حاجة اسمها مربع النكد. مربع النكد ده لازم نبص عليه كويس قوي في أول، ممكن في الخطوبة وممكن في أول سنة، في سنة أولى زواج. مربع النكد زي ما بقولك ده بيبدأ بإيه؟ بالمال والمعاشرة، معاشرة بالمعروف، العلاقة الجنسية، الأولاد، المال، الأولاد، العشرة، العلاقة الجنسية. عشان كده هم مربع، عشان كده أنا بسميها مربع النكد. مربع النكد ده اللي ممكن يغير كل حاجة وممكن يصحح كل شيء. فمن البداية اللي ما تفهموش عليه في الخطوبة لتقصيرهم في الفترة لازم يتفقوا عليه في سنة أولى زواج. أما يعني إيه مثلا المال، قضية المال بمعنى المربع ده كله إحنا عايزين نعرفه. بالنسبة لأول يعني زاوية، المال مال عصب الحياة. الناس بتجري وبتروح وتيجي عشان بتحقق مكاسب محددة بتترجم بمال. طيب لازم يعرف الرجل إنه قوام بإيه؟ بما أنفق. يبقى لازم يعرف إنه عليه النفقة. طيب وفي نفس الوقت لازم تعرف ان الزوجة انها لابد الا تكون مسرفة في هذا المال، وخاصة ان الظروف بتتغير والامور بتتغير في حياتنا. وحقلية كلمة لازم هقولها في بخصوص واحنا بنتكلم عن المال، ان زي ما احنا شايفين النهاردة ازمة الجوع العالمية وازمة الطاقة وبكرة ازمة المية، والامور بتزيد ما بتقلش، وفيه شعوب بدأت تتأثر فعلا بهذا بهذه المشاكل. احنا مفروض يبقى عندنا درجة من الوعي النهاردة باننا نتنازل واحنا في ايدينا الاختيار عن امور كثيرة، يعني نوع من التقشف حتى لا نتعرض للأخطر والأخطر والأخطر. يعني أنا النهاردة إحنا ممكن نفهم ده في هذه المرحلة دي. ما هي أصل الحكاية ما تتجزأش. ما هو لو لا قدر الله أزمة الجوع زحفت، يبقى لو معايا مليون جنيه شوية ورق ما ينفعوش أكل بيهم حتى ولا يصلحوا لشيء أبدا، رغيف عيش أحسن من 1000 جنيه لأنه مش موجود. يبقى أنا من البداية بعتاد
ان المال احافظ عليه، ما بقاش بقى ايه في الاسراف اللي احنا عايشينه. حسابات. افهم ان ده جهده، ان ده عرق، ان ده شبابه، ان دي صحته اذا كان ايه هو اللي بينفق فقط. وحتى هي لو بتشتغل لازم تعرف برضو اهميه هذا الجهد اللي مترجم لمال. لازم يبقى في قدر من الادخار، لازم يبقى في قدر من الاستغناء. وهرجع تاني اقول فثقافه الاستغناء في شعوب النهارده للاسف من شعوب العالم الثالث، مفيش قمح، وقفت قيادتهم تقول لهم البطاطس، وبداوا يزرعوا البطاطس عشان يبقى ايه بديل. وجدوا بديل. يا ريتنا احنا نفكر في هذه البدائل اللي اتعلمناها في القران الكريم. ونقرا سوره يوسف وهنعرف ازاي ندخر وازاي نبتدي. ده المربع الاول، ده المال، او الزاويه الاولى. المال ايضا جزء اخر من المال تقتير الزوج. اذا كان الزوج مقتر على زوجته او في هذه الفتره برضو دي ممكن تقلقها عشان يعودها، سبب ما برضو بيبقى في افكار كده يقول لك عشان اعودها على هذا النظام. ما هناك فرق برضو بين التقتير الشخصي وبين التقتير الاسري. يعني الادخار الاسري يعني ممكن يقتر يوجعني ويتعبني ويحرمني، ما ينفعش. لكن لو احنا الاثنين، تعالي يا اسمها ايه كانت الست، شيماء، سماها شيماء، لا اللي اتجوزت، اللي اتجوزت فدوى، حلقتنا النهارده فدوى، فدوى تقوم يقول لها تعالي يا فدوى هنعمل كذا كذا، هنحط الفلوس في حصاله عشان نقدر نعيش بكره، هنعمل كذا، هنستغنى عن كذا، بدل ما ناكل اربع رغيفات تعالى ناكل رغيفين عشان حتى الرجيم. البدايات دي مهمه. جزء اخر من المال انه ما تقربش لذمتها المالية، ما تقربش لمالها. اوعى تقول لها فين ميراثك. ده حتى في كلمة لأحد الفقهاء قال لك من جاء ليتزوج امرأة وسأل عن مالها فلا تزوجوه فإنه لص. شوفي قد نعم إيه؟ إنه جاء يسأل عن مالها، يبقى ده هدف. فأنت مفروض تعرف إن لزوجتك ذمة مالية منفصلة. لو بتشتغل لازم تساهم في بيتها، بس احنا برضو بنتفهم على هذه المساهمه، مش امر، والكلام ده لازم نتفق عليه برضو في البدايه. هتساهمي بكذا، يعني انت حبي تتساهمي بايه اللي انت عايزاه، فبتساهم عشان بتغير حال الاسره، او بيدخروا مع بعض، يبنوا شقه جديده، يعملوا حاجه لاولادهم بالشكل ده. انما ما يطالبهاش يا كده يا بلاش، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني تساهمي تتوقفي عن العمل. ما ينفعش ولا يجوز. ما ينفعش يقول لها هاتي فلوسك اللي انت شايلاها. ما ينفعش. انت انا اعرف ان بعض الازواج لازم تعطيه المرتب بتاعها مقابل انه بيسمح لها تنزل للعمل. عشان كده بقول لازم يبقى فيه اتفاق من البدايه. وكان مفروض في مرحله الخطوبه بتعرف على هذه الامور، وفي عقد الزواج بحط الشروط اللي انا عايزاها. طب اخبار المفاجات ايه؟ ما في مفاجات كثيره جدا بتحصل. ما لو في شرط ما يقدرش يخرج عنه. لو في شرط ما يقدرش يخرج عنه. ما انا مش مخونه. يعني انا داخله هذه الحياه يعني بنظره جميله جدا. بنتفاهم، بنتفاهم، ما فيش حاجه اسمها بنتفاهم على هذا الامر. وزي ما بقول في ايه جميله قوي قوي بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم، اذا كان زوجي لأمر ما محتاج مرتبي كله ده أنا أديله عنيا. يعني لا قدر الله مريض، لا قدر الله حصل ابتلاء معين، مش ممكن أبدا الست الصالحة هتدخر جهد في مساعدة زوجها أبدا. لكن بمزاجها يعني هي اللي بتتصرف. ولازم نعتاد على هذا القدر من التسامح. الجزء الثاني اللي هو إيه؟ العشرة، اللي هو المودة والرحمة. أيوة، الكورنر الثاني أو الزاوية الثانية في مربع النكد. احنا خلاص إيه؟ كده خلصنا من المال. أيوة، تبعياته. والآن بنخش بقى في الإيه، في الأخطر جزئية اللي هي العشرة. النهاردة أبناء الوفرة نلاقي ماما بتعمل كل حاجة، ماما بتجيب الشقة، ماما وبابا بس يعني الغلب كله الوقت المرأة العاملة هي اللي بتعمل كل حاجة. ماما ما فيش حاجة ما اتعملتش. فبيتصور ان الزواج مجرد متعة وانجاب، لكن المسؤولية وتحمل المسؤولية، الحس الراقي بالآخر، الواجب والحق، كل هذه الامور
منعدمة تماما عنده، ما عندوش فكرة عنها أبدا. السعي في الحياة، الكد في الدنيا، كل برضو الأم أو الأسرة وضبط لك حياتك شوية، بس مش هتفضل معاك على طول. بتجد في حياة الناس حاجات كتير قوي. فمثل هذا الشخص الذي لم يستشعر المسؤولية، مجرد ما يبتدي يخش في معترك الحياة بيبقى من أسوأ ما يمكن مع زوجته، وبيتعامل بصورة سيئة. من هؤلاء مثلا يتعامل معها بصورة دونية. يعني ايه دونية؟ يعني فهم القوامة فهما مغلوطا، وتصور ان القوامة استبداد بالرأي وتسلط، يعني بيكلمها من منطقة اعلى. يعني ده ما في شك انه بيؤثر على جمال بيها. العشرة بيستهزأ بيها، بيتهاون برأيها. شايف ان بيتصور ان المرأة يعني فاهم، حتى مكمل يعني. فاهم القوامة يعني فهم خاطئ. وبالتالي بيخرب أجمل ما في هذه الحياة. من حسن العشرة إن لازم يفهمه الزوج إنه لا يهنها ولا يجرحها ولا يذكر أهلها بسوء ولا يتطاول عليها بفحش الكلام ولا يجرحها بأمر ملهاش فيه يعني ذنب. مثلا يعني روحي ده انت سياره، روحي ده انت تخينه، روحي الكلام ده كله ما تجرحهاش، اوعى تهنها. حصل مشكله طارئه لابوها لامها ما توجعهاش، هي ملهاش ذنب في ده. برضو ما يغيرهاش، ما يقولهاش يا سلام فلانه بتحبني وانا كنت هتجوزها، وانا ايه الجوازه اللي انا دبست فيها دي، يا ريتني كنت اتجوزت بنت عمي كان زماني، يا ريتني اتجوزت جارتي. ما تغيرهاش، ما تجرحهاش. من حسن العشره انك تاخد بايدها، اذا كانت انت مثقف تبقى تاخدها معاك وترقى بيها. من حسن العشره انك تتعامل معاها، تخش بيتك تسلم عليها، ما تجيش تيجي من سفرك بالليل على سهوه. شوف كل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضبهن: يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم، يكن سلامك بركه عليك وعلى اهلك. جميل جميل الادب والرقي. وبعدين لقمه تضعها في فم زوجتك صدقه. شوف كلام سيدنا الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبوا المفاجآت وبيحبوا الاشياء الغريبه. يعني عشان يعملوا مفاجأة للزوجة فيجوا فجأة. فتبقى ديت مفاجأة جميلة. مفاجأة. لكن لهم يشعروا باللي حضرتك بتقولي عليه، حسن العشرة، ان انا استعد لزوجي، او ان انا اوفر لهذا البيت شكل افضل هو. أيوة. موجود. يعني في اشياء اخرى. ده كمان مش بس كده، لو كانت لازم تحس بزوجتك، هل هي ست حساسة ممكن كلمة تجرحها؟ حافظ على مشاعرها. حسن العشرة منطقة حلوة قوي، واحنا هنكملها. عندنا فاصل، هستسمحك هذا الفاصل. حاضر. وهنعود سريع مشاهدينا الكرام لنتعرف على باقي مربع النكد الدكتورة عبلة الكحلاوي قالت عليه، حتى نتفادى مشاكل وخلافات الزواج. وتوقفنا عند حسن العشرة، فابقوا معنا. أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم، ناوي تغير مشاهدينا، معكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. وأعتقد كلنا في شغف الحياة وفضول شديد جدا مثلي، وكي أتعرف على تفاصيل حسن العشرة، وبالتالي كمان كيف نتفادى الخلافات الزوجية. دكتورة زي ما قلت، من حسن العشرة أنه ما يدخلهاش كل شوية في دايرة الغيرة، يحط يعمل نفسه بيتكلم في التليفون. الحواديت دي كلها ممكن توجعها وتتعبها. من حسن العشرة ياخد باله من نظافته الشخصيه. انت بتطالبها انها تكون مش عارف ايه، والوصايا الكثيره: الا تقع عينه منك على قبيح، الا يشم منك الا اطيب ريح، وتفقدي موضع عينه وانفه. الله، طب وانت؟ فعشان كده لابد للرجل ان يعني يتجمل في نظر زوجته. ما يجيش مثلا دكتور ولا جراح والدم في هدومه وجاي البيت وعايز يدخل يستريح، ما تجيش جزار ولابس مش عارف ايه، ما يجيش واحد بيشتغل تصليح عربيات ويبقى مشحم ويهرج مع مراته زي يعني احنا بنسميه هزار الميكانيكيه بالمفك. يا ابني روح اتشطف وروح البس وروح.
كان ابن عباس كان دايما ايه يقول اني احب ان اتزين من امرأتي كما تتزين لي. يعني قد كده كان في مراعاه لشعور المرأة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تصنعوا تصنعوا لنسائكم لهذه الدرجة. شو لازم 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 يراعي يعني هذه الدرجة. يعني سبحان امرأة الله جميل. كانت بتقول شعر سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت منهن من تسقى بأخضر آجين أجاج ومنهن من تسقى بعزب مبرد لقاح فسمع وفهم عمر شكواها فبعت لزوجها لأنه قال يبقى فعلا في حاجة فوجده متغير رائحة الفم فقال له حاجة من الاثنين يا تروح تنظف حالك كده وتغير نفسك الست بتشتكي يا تطلقها قال لا أطلقها يعني ولا مش ينظف أسهل ده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة لابد أيضا أنها تحسن الحديث يعني بمعنى أصح ما تختارش العبارات الموجعة اللي تجرحه اللي بتسبب له نوع من الحساسية لأنه هو كده مثلا لأن هذه العبارات ممكن تأثر عليه وما ينسهاش أبدا. برضو على الزوجة إنها تكون وفية لزوجها إنها تتقي الله فيه إنها ترعى حق الله فيه إنها تعمل اللي يريحه واللي يسعده إن بيتها يكون فعلا الجنة اللي يلقي على أعتابها متاعبه تبقى حقيقي صاحب الجنب تعرف إمتى تسكت تعرف إمتى تبتدي تتكلم ما تعرضوش لأنه يمل منها أبدا تبقى بتغير نفسها على طول على طول تغير روحها بشكلها لبسها طريقتها في الكلام تحافظ على العبارة اللي بتقولها دي بقولها مليون مرة. أنا مرة ركبت تاكسي وكنت في إحدى الدول العربية فبيقول لي والله زوجتي مركبة لسان تحت لسانها يعني عيني بتشتم بكل الايه بكل الألفاظ وبكل اللغات فقد كده الرجل تعبان وبيتكلم مع اي حد يعني من كتر ما هو مقهور من هذه الصورة. وبعدين عن المال وعن وحسن العشرة طبعا امامنا الاولاد وامامنا العلاقة الجنسية المال والحسن العشرة والأولاد دي عايزة بقى إيه حلقة كاملة وبرضو العلاقة الجنسية مهمة جدا إن إحنا نتكلم فيها لأن دي بتبقى السبب الغير مباشر للكثير من المشاكل اللي على السطح وعشان كده لازم الزوج يبقى فاهم إيه السبب المباشر وإيه الغير مباشر. إن شاء الله يعني سادة مشاهدين هنتظرونا في هذه الحلقات بإذن الله ولكن هنعود ونقول ماذا لو حدث الخلاف بالفعل بين الزوجين يعني كيف نصل إلى الحلول. إحنا زي ما قلنا المهم إن إحنا ندير دفة المشاكل من غير ما أحد الطرفين يعني يخسر كتير. أولا ما ينفعش ندور على الصلح بمجرد الخلاف نستنى شوية لما الأمور تهدى ما ندخلش حد تالت طرف تالت أبدا لا أمها ولا أمه ولا أختها ولا أخوه ولا أي حد يتدخل ولكن إذا تفاقمت هذه إحنا لا إحنا في البداية إحنا لسه بنصالح بقى مش عايزين زي ما بقول إياك من العبارات اللي ما تتنسيش لأنها زي الجرح العاطفي عمره ما ينساها تحاول برضو إياك إنها تضخم الخلاف ما تضخموش قوي قد يكون بسيط وممكن يكون بسيط جدا عشان كده احنا عايزين نعرف هو خلاف ولا سوء تفاهم مهمة دي من البداية فهمها غلط. ما الفرق بين الخلاف موضوع معين فهمه غلط يعني مثلا انت قابلتي فلان ولا ما قابلتوش ده مش انا يبقى دي فلانه كانت شكلها ده يبقى ده سوء تفاهم انما الخلاف بيبقى على مشكله زي ما حكينا عن المال عن المعامله عن الى اخره. زي ما قلت اياك انك تباتي زعلانه
يعني احنا نستنى شوية وبعدين نبتدي. وبعدين حديث حضرة النبي خيركم من بدأ بالسلام، وحديث حضرة النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نتوقف عند هذه النقطة، نقطة الكرامة والكبرياء وأنا ما ابتديش، أنا بتكلم بالكلام الدارج لأن فعلا ده اللي بيحدث. الكرامة هو اللي يجي صالحني. على فكرة أنا مش مع اللي تقولك الجواز ما فيهوش كرامة، لا ده الجواز كله كرامة، بس ما نحوكش نفسنا ان احنا نتهان. يعني ما جيش مثلا اهزر معاه بالضرب، طب ما هو هيضربني. ما جيش اروح قايله له كلام مش حلو، طب ما هيرد عليا. لكن اما احس ان هو هيبتدي اسكت وادخل اوضه تانية عشان ما يتطولش، عشان ما يبديش. وبعدين اما نيجي للمصالحه بقى نبتدي ازاي؟ نبتدي احنا الاثنين، او اللي هياخد يعني البدايه نبتدي بنقاط الالتقاء. يعني انت راجل طيب، انت مؤدب، انا ما شفتش عليك حاجه وحشه، بس عيبك الوحيد كذا كذا كذا. نبتدي بالنقاط الايجابيه اللي تجمعنا. وهي نفس الشيء، ما نبتديش بانت كذا وانت كذا، لا ابتدي بكل ما يجمع مش كل ما يفرق بينا. وبعدين بقى اذا اكتشفت ان انا زودتها او ان انا اخطات، مش عيب اروح اصالحه، او ان الواحد يرجع، مش عيب ارجع واقول فعلا انا اخطات في هذا. وعلى الطرف الاخر انه ما يمسك لهاش زل، ما انت مش انت اللي اعترفتي، لا ده انت تحترم فيها ده. وبرضو بقول على الطرفين كل واحد يقدر طبيعه الشخص اللي قدامه، ان كان عاطفي، ان كان منطوي، ان كان عقلاني قوي. يعني الامور دي لازم اقدرها كويس عشان افهم، زي ما بقول دايما افهم مفتاح الشريك. ده كده بندرس الشخصيه بقى لازم، وعشان نعرف نتعامل معها. وبعدين لما الاقي بقى الشيطان وانا لوحدي كده يقول لي طب اعمل، طب افتكر والله الست دي خدمت امي، الست دي ست محترمه، يعني ما شفتش عليها حاجه وحشه، مع ان الناس النهارده بيشتكوا شكاوى مش طبيعيه، لا دي ست فاضله، الست دي راعت اولادي، الست دي لما كنت تعبان ومريض وقفت جنبي. نفس الحكايه هي تقولها، ده وقف معايا، ده حل لي مشكلتي، ده لما الناس نصبوا عليا في الارض كان هو اول واحد وقف جنبي. المهم تبتدي هو كمان يقول لنفسه دي زوجتي ست فاضلة ومحترمة، صحيح هي مش على الموضة، وهي مش زي الموديل اللي أنا شايفها على التلفزيون ولا كده، لكن يعني كفاية كل ده لي أنا لوحدي، ودي نعمة كبيرة. كل ما كل واحد فيهم يدور على الجانب الإيجابي في حياته، ده هيقربهم لبعض. وبعدين في حاجة بقى مهمة، الصبر. ونقول ايه؟ الحمد لله، ده ابتلاء ان احنا اختلفنا، بس اختلاف يسير. وزي ما علمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحمد لله انه لم يكن في ديني لم يكن اكبر من ذلك، الحمد لله ينظر الى الاجر. يبقى الصبر والرضا. وبعدين حاجه مهمه، ارضى بشريكك كما هو. نعم، يعني ارضى بشريكك كما هو. في بعض الحالات الدكتور عبلة، يعني احنا بنجد مثلا فتاة تزوجت وذهب زوجها للعمل للخارج، ويعني اتفق معاها ان هو هياخدها لما هو يستقر، لمدة سنتين، بقاله سنتين وهو ما خدهاش، او فضلت لحد النهارده بقالها سنتين. جه في السنتين دول 15 يوم ويقعد معاها هنا 15 يوم، وبعد كده يسافر، ولحد النهارده رافض انه ياخدها معاه. ما هي دي يا بنتي مشكله الجاري. ده ذنبها ايه يعني؟ ما هي دي مشكله الجاري ورا ازاي؟ هترضى بهذا الوضع ازاي؟ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، دي هنتكلم فيها في مشكله المعاشره الحقيقيه او الحميميه بين الزوجين، وحق الزوجه وحق الزوج في هذه القضيه. لكن احنا بنقول اتفاق، احنا ما فيش شك ان هذه الامور لازم يبقى عندنا تقدير لهذه القضيه، دي مرعبه وموجعه. ما بياخدوش منها في الاخر حاجه، والله الفلوس ما بتصنعش سعاده، عمرها ما كده بتضيع سعادة. هي بتضيع وهو لا يعلم انها لا بتضيع، وممكن تقع اذا كانت يعني ضعيفه الايمان، ممكن تقع تحت اي تاثير اخر. وهو طب وليه اضيع احلى سنين عمري عشان ايه؟ ده احنا ممكن نقسمها سوا ونعيش مع بعض، ودايما يعني نتلمس لبعض الامور اللي تدخل. اذا كانت الخلافات مش جوهريه اكيد كل ده، اذا كانت خلافات ممكن نتلافاها، زي ما قلت نحاول بقدر الامكان
ندور على اللي يربطنا ببعض تاني، ونفتكر ولادنا، ونفتكر لما يجي كده على دماغنا موضوع الطلاق ونخلص لا، والأطفال طب دول هيعملوا ايه؟ ليس هو الحل. وبعدين عمر الطلاق ما بيكون حل، بتكون يعني مش عايزة اقول من اخطر ما يمكن ان يتخذ مثل هذا القرار، لان الاولاد بيضيعوا. وبذكركم بيت جميل قوي، خذ من الحبيب ما وفى وضع الذي ودع الذي فيه قدر، خذ من الحبيب ما صفى ودع الذي فيه قدر، العمر أقصر من معاتبة الحبيب على الغير. يا الله، دي حلقة الغيرة إن شاء الله حضرتك بتتكلم على الغير، على الغير، كل شيء على الغير. لكن أنا يعني شايفة إن الغيرة من الأسباب أيضا يعني اللي بتحصل خلافات كثيرة بعد كده إن شاء الله، إن شاء الله في الحلقات القادمة. بشكرك على وجودك معنا النهاردة، وإحنا بنؤكد للسادة المشاهدين لدينا حلقات كثيرة إن شاء الله كلها فائدة لكل زوج وزوجة وشاب وفتاة، لكل أفراد الأسرة، وتابعونا من خلال مودة ورحمة، ونتمنى من الله أن نستمسك بالمودة والرحمة فهما الحياة. شكرا وإلى اللقاء. أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيه، ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيه. مين اللي بقى لنا كل الناس بتروح وتيجي؟ اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي، مين محتاجك، مين بيحب انك تحتاجه، عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه.